أطباء العراق بين الفصل العشائري والهرب خارج البلاد. لم تعد التهديدات العشائرية تطال صراع عشيرة مع أخرى، أو موظف في دائرة حكومية، أو معلم مدرسة ضرب طالب، بل وصلت حدودها اليوم لتلاحق الأطباء حتى وإن كان المتسبب خطأ طبي عادي، وهو ما حصل مع الطبيب ياسر قيس الذي اضطر إلى إغلاق عيادته والهرب بعد وفاة مريض مصاب بورم صدري. واحتمالية نجاته من العملية كانت ضعيفة، لكن ورغم ذلك وصلته التهديدات العشائرية إلى أن اضطر هذا الطبيب لدفع 80 مليون دينار تحت ما يسمى بالفصل العشائري. وهذا الحال ليس بجديد، فالنزاعات والمشكلات العشائرية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لغالبية محافظات العراق. وعلى الرغم من القرارات الأمنية والتعهدات التي قطعتها بعض العشائر، إلا أنها مستمرة ومن دون تراجع. فالتهديدات العشائرية تشكل اليوم أبرز التحديات لعمل الأطباء في العراق، سواء الذين يخدمون بوظائفهم في المستشفيات الحكومية أو الأهلية أو العيادات. فالكثير من الأطباء غادروا العراق بسبب هذه المشاكل من دون أي إجراءات حكومية أو أمنية واضحة لحماية الأطباء من بعض العشائر التي تمتلك السلاح. بالمقابل كان العراق في وقت سابق قد عد النزاعات العشائرية والاعتداءات التي تتسبب بها ومن ضمنها الدقات العشائرية من الجرائم الإرهابية، مشددا على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم بحسب ما جاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في البلاد. وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في عام 2005 تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيا كانت بواعثه يعد من الأفعال الإرهابية. شاركنا برأيك، هل ترى أن الدكات العشائرية ومجالس الفصل التي تحصل خارج قانون الدولة العراقية هو أمر إيجابي أم أن سلبياته أكثر من فائدته؟